ويش بذكر من فاعة يلمخضب تسهم شاهرة بالفعل من جالها لجالها سولفت عن فعلها الفرس عند بلاد روم وشرحت دجلة على النيل وافق صلاة طيبها ما هو بمخفي ولا يحتاج زوم لبت الجلال والخل من خيالها لبت الجلال والخل من خيالها دامني وجهتك القوم ما هي يقوم لا بدن تفرق وتعرف بفعل الصالها لا بدن ما تنجب لا زحازح القروم روسكم من جعل فال المعز فالها دامني وجهتك القوم ما هي يقوم لا بدن تفرق وتعرف بفعل الصالها لا بدن ما تنجب لا زحازح القروم روسكم من جعل فال سولفت عن فعلها الفرس عند بلاد روم وشرحت دجله على النيل وافق صالها طيبها ما هو بمخفي ولا يحتاج زوم لابت الجلال والخيل من خيالها سولفت عن فعلها الفرس عند بلاد روم وشرحت دجله على النيل وافق صالها طيبها ما هو بمخفي ولا يحتاج زوم لابت الجلال والخيل من خيالها جراها الله من صدوف الزمن وهوالها كل ما جيت برا كان لي عند لزوم ارتكال اكبر مصيبة وحل اشكالها كانها بالطيب ولا على دق الخشوم كانها بالجاه ولا يسوق ريالها المهم الامر عنده مقطع ومحسوم ما تخيب مال ناس عليها مالها ما تخيب مال ناس صحب نجوم السما لو على متن نجوم ما كفاه نجوم متن عزم يرقى لها ما تغيره المناصب ولا كثر الوسوم البساطة كانها غترته وعقالها صح